جاوب شوية أسئلة. واحد بيقول في إنجيل متى بيقول: أما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يا ريت كنت تجيب الآية كلها على بعضيها كان أحسن. بيقول: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون للظلمة الخارجية. هو بيتكلم على قبول الأمم وضياع كثيرين من اليهود الذين لم يؤمنوا، فبيقول يأتون من المشارق والمغارب، يعني أنتوا كنتوا بتفتكروا أن شعب الله المختار لوحده هو اليهود، لا، ده هيجوا من المشارق والمغارب من أقصاء الأرض كلها ويتكئون في أحضان إبراهيم. أما بنو الملكوت يقصد باليهود فيطرحون في الظلمة الخارجية، ولكن طبعا ليس كلهم وإنما الذين لم يؤمنوا منهم، فدول يطرحوا في الظلمة الخارجية. يعني ربنا مش بيحابي أولاد إبراهيم، لا، اللي بيمشي صح وبيؤمن وبيمشي في طريق ربنا هو ده اللي يروح. واحد بيقول: ما رأي قداستك في الزواج غير الكنسي عن طريق محامي والطلاق بنفس الطريقة التي تتم في الخارج لكي يحصل الفرد على الجرين كارد وبعد ذلك ينزل الشخص لكي يتزوج في مصر، وما موقفه من الزيجة؟ طبعا دي تعتبر زيجة مدنية وليست كنسية ولا تعترف بها الكنيسة، وإذا عاش الطرفان عيشة زوجية كاملة تعتبر زنا رسمي. موقف الكنيسة ليها إذا كان ما فيش معاشرة تبقى طرق عالمية ومدنية لا تعترف بها الكنيسة، وإذا كانت في معاشرة تبقى زنا رسمي. الناس بيلجأوا للزراع البشري وللطرق البشرية علشان يوصلوا، وطبعا الشخص اللي بيعرف السكة دي الواحد يخاف منه، مين عارف يعمل ايه بعد الزواج ده. واحد بيقول: ايه رأيك في الكلام اللي بيقول المكتوب على الجبين لازم تراه العين؟ ارجو منك الاجابة الصحيحة والسلام ختام كاتب. يا ابني ما فيش حاجة مكتوبة على الجبين، ممكن تبص في المراية تلاقي جبينك مش مكتوب عليه حاجة، ده كلام بيقولوه. يقول ده مكتوب لي، مكتوب لي يعني مقدر لي. ربنا يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ويريد كل انسان يبقى سعيد في حياته. ما فيش حاجة مكتوبة لك، لكن في حاجة اسمها سبق معرفة الله، يعني ربنا عارف ايه اللي هيحصل لك في المستقبل، لكن مش هو كاتب لك كده، لا طبعا كاتب لك كده دي لا. طب افرض واحد يقع في خطية ويهلك، ربنا يكتب لواحد انه يقع في خطية ويهلك؟ مستحيل. لكن الناس دايما بيحاولوا انهم يخلوا كل حاجة حظوظ، الزواج يبقى اسمه ونصيب، والوظيفة اسمه ونصيب، واذا تلميذ سقط في الثانوية العامة 3-4 مرات يقول حظه كده مكتوب، كلام مش معقول. فما فيش حاجة مكتوبة لك، امشي صح يبقى مكتوب لك صح على حسب فهم الناس، انجح في حياتك يبقى مكتوب لك انك تنجح، لكن ربنا لا يسير الإنسان نحو كلام معين. يعني واحد برضو يسهر حكاية بنو الملكوت يطرحون في الظلمة الخارجية شغلت البعض، فواحد تاني بيقول: ما المقصود بعبارة بنو الملكوت؟ هل هم الملائكة الذين طردوا في الجنة؟
يطلق عليهم بنو الملكوت؟ لا طبعا، الملائكة اللي اطردوا دول شياطين، ما نسميهمش بنو ملكوت، نسميهم ايه؟ شياطين. وحكاية الملائكة طردوا من الجنة، هم ما طردوش من الجنة، طردوا من السماء. الجنة دي كان فيها آدم وحواء، لكن الملائكة كانوا في السماء. اللي اطرد من الجنة آدم وحواء، لكن الملائكة اطردوا من السماء. واحد بيقول بخصوص تقديم البكور، هل عند الالتحاق بكل وظيفة جديدة يتم تقديم البكور؟ وفي هذه الحالة هل لا يتم الإبقاء على أي مبلغ من أول مرتب للأعباء الشخصية والمصاريف اليومية؟ ما مدى صحة حجز مبلغ من أول مرتب نظير الأعباء الشخصية؟ إن قدرت تدفع المبلغ كله ديك دفعته، ما قدرتش يبقى بتدفعه بالتقسيط، يعني حجزت جزء تدفعه فيما بعد ما دام البكور مش بتاعته. ومفروض البكور يعني أي زيادة في الإيراد بتاعك، يعني مش حتى الانتقال إلى وظيفة، يعني أخذت علاوة، أخذت ترقية، تدي البكور بتاعها. واحد بيقول فقدت بساطة الإيمان ودخلته شكوك. الشكوك دي يا ابني محاربات ليك، لا تعتبرها حاجة حقيقية في نفسك. الشيطان ممكن يحارب الإنسان بشكوك كثيرة لا تستعملها، وخليك زي ما انت في بساطة الإيمان. وفي كتب كثيرة للرد على النقط اللي بتقول عليها. واحد بيقول له هل كان العالم من غير إله عندما كان المسيح في بطن أمه أو كان في قبره؟ لا يا ابني، من جهة لاهوت المسيح موجود في كل مكان، في السماء وفي الأرض وما بينهما. ولذلك تلاقي في يوحنا 3:13، ودي آية لطيفة، في يوحنا 3:13 المسيح وهو بيكلم نيقوديموس بيقول له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فكأنه هو بيكلمه على الأرض بيقول له ابن الإنسان الذي هو في السماء، يبقى هو في السماء وهو موجود على الأرض. ياريت تقرأ الباب بتاع وجوده في كل مكان في كتاب لاهوت المسيح اللي نشرته ليكم. يعني مثلا يقول لك ايه، المسيح بيقول ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، يبقى موجود معانا، وفي نفس الوقت جالس عن يمين الاب، يبقى موجود فين وفين. أو مثلا يقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، وفي نفس الوقت بيقول قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، يبقى لما اجتمع اثنين وثلاثة يكون في وسطهم، دي موجودة في متى 18، وتكون معي في الفردوس معروف عبارة من العبارات اللي ايه اللي قالها المسيح على الصليب، تلاقيها في لوقا 23. وبولس الرسول بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا، يعني لما ينطلق من هنا يكون مع ايه المسيح، وفي نفس الوقت وهو موجود على الارض موجود مع المسيح برضه، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، بل موجود في قلب كل واحد فينا. بيقول إن أحبني أحد يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. وبولس الرسول بيقول لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي أحيا فيه، فيبقى يحيا فيك، وإذا اجتمع اثنين وثلاثة يكون في وسطه.
وموجود في الفردوس. بالنسبة للأبرار موجود فيهم، وبالنسبة للخطاة أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي يبقى على باب الخطاة بيقرع، على الناس القديسين موجود جواهم، على اللي انتقلوا من الأرض موجود معهم في الفردوس، وذاك أفضل جدا إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة يكون في وسطهم. يبقى من الناحية اللاهوتية موجود في كل مكان في السماء والأرض وما بينهم، وفي نفس الوقت جالس عن يمين الآب وفي نفس الوقت في الفردوس. لما كان في بطن العذراء كان بالجسد بالناسوت موجود في بطن العذراء وباللاهوت في كل مكان. أثناء موته كان بالناسوت موجود في القبر وباللاهوت موجود في كل مكان. فدي بسيطة يعني. واحد بيقول سمعت من بعض الناس ان الشيطان سوف يخلص. ده لو خلص الشيطان يبقى لا يهلك احد، يقفلوا باب جهنم دي بقى ويأجروها مفروشة كده لهم، مفيش حد هياخد. اذا كان الشيطان اللي عامل الهيصة دي كلها هيخلص، يبقى مين يهلك؟ يبقى مفيش ابد. وإنه لا يوجد عذاب في الآخرة لأن رحمة الله الواسعة لا تسمح بأن يعذب الإنسان. طب وفين عدل الله الغير محدود؟ فرحمة الله ليس معناها أن ما فيش عدل لله، وإلا يبقى لازمة الإيه؟ الفداء إيه؟ وإنه سوف يكون توبة بعد الموت. حكاية توبة بعد الموت أنا نشرتها في الكتاب الأخير من كتبي على ما أظن، مش عارف جزء 5 ولا جزء 6، وإن ما فيش توبة بعد الموت. أما حكاية هلاك الشيطان فعايز أديك شاهدين على الأقل. شاهد منهم في سفر الرؤيا إصحاح 10 آية 20. سفر الرؤيا إصحاح أسف سفر الرؤيا إصحاح 20 آية 10. سفر الرؤيا 20:10 بيقول وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، هو والوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين آمين. فبيقول لك طرح في بحيرة النار والكبريت ويعذبون إلى أبد الآبدين، تقول لي يخلص؟ وآية تاني في متى 25 بيتكلم على الأشرار انهم يمضوا الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. النار الابدية المعدة لايه؟ لابليس وملائكته. خلاص الشيطان دي غلطة من غلطات اوريجينوس، لان اوريجينوس ده ليه حاجات كتيرة من نوع ده كتير، وخدها البعض لان كتير من الناس عندهم اوريجينوس ده يعني معصوم، فكل اللي يقولوا يمروا عليه. لكن ما دام في ايات بتقول ابليس هيعذب في النار الابديه يبقى الراجل ده غلطان فيها، لان في غلاطيا الاصحاح الاول ايه 8 و9 ايه جميله جدا بيقول ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن انافيما، يعني يكون محروم. فلو قال لك اوريجينوس او ملاك من السماء ان الشيطان يخلص وفي ايه صريحه انه يروح في بحيره النار والكبريت يبقى فليكن انافيم. ده انت لو امنت ان الشيطان يخلص ممكن تتشيطن انت رخي، تقول هيجرى ايه بقى؟ اذا كان الزعيم الكبير هيخلص يبقى مين هيهلك؟ احد اعضاء المجلس الملي بيذكرني بحاجه لكي اذكركم به، ان ابتداء من شهر ديسمبر يكون التقييد في سجلات الانتخاب، تروحوا كلكم تأيدوا نفسكم، مش عايز يقال ان الاقباط واخدين سلبيه حتى السلبية تضركم، على الأقل لما تأيدوا نفسكم يبقى ليكوا صوت وصور.
لأن تذكرة الانتخابات فيها صورة، وتقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه، والناس يحترموا صوتكم، ويبقى في الوقت ده ناس وطنيين وليكوا صفات عديدة. وأدي الأوراق، إن شاء الله نبقى المرة الجاية في الاجتماع اللي يخش ندي الورقة، ونعمل مكتب هنا في البطرخانة ومكاتب الكنائس وناس محامين يساعدوكم. أنا مش عايز أقول أدخلكم الاجتماع ببطاقة الانتخاب، عايزكم تسمعوا النصيحة المخلصة، أيدوا أسماءكم دي من فايدتكم. ناس بعتن لي بيقولوا بطريركية الأقباط أرثوذكس اجتماع شباب بولس الرسول يتشرف الاجتماع بدعوتكم لحضور الاحتفال بعيد ميلاد الاجتماع 33 وتكريم الخريجين بحفل يحضرها نيافة الأنبا موسى أسقف فهم الشباب. ويقول حيث تعرض مسرحية مرحوم ولا عزاء، أنا ما عرفتش المسرحية دي فيها إيه، يعني أقول لكم حضروا وجايز تتعزوا من اللي يعرض عليكم بموسى إيه ولا عزاء دي، أنا بس أقول عزاء للسيدات اللي بيقولوا ده في الجرنان كده. الرجال اللي بيسقفوا دول ضد السيدات ولا إيه؟ لا لا ما لكوش حق، ده كلام جرايد. واحد بعت لي يقول ايه، جاء في السمكسار في اليوم الثالث من شهر هاتور المبارك تنيح القديس كرياكوس في شيخوخة صالحة، ولا يزال جسده لم ينله اي تغيير، وكأنه قريب العهد بالموت رغم مضي 700 سنة على نهايته. وشاهدت في مدينة شربين جسد أبونا بطرس لم يناله أي فساد رغم مضي 20 سنة، وفي دمياط شاهدت جسد القديس سيتهم بشاي كامل وتنيح من 150 سنة، كذا في أحد أدير الصعيد إلى آخر. بيقول ما هذه الظاهرة التي تخالف الطبيعة البشرية في فناء الجسد بعد الموت، وما حكمة الله في ذلك؟ نعمة من ربنا أنه يحفظ بعض الأجساد، نعمة من ربنا أنه يحفظ بعض الأجساد، ووجود استثناء معين لا يمنع القاعدة الثابتة. فالقاعدة الثابتة أن كل واحد يموت، ومع ذلك رفع إيليا إلى السماء ورفع أخنوخ إلى السماء. القاعدة الثابتة ان الانسان يموت ويقبر او يدفن، والسيدة العذراء صعد جسدها الى السماء. القاعدة الثابتة ان كل جسد، بلاش كلمة يفنى، كلمة يفنى لا صح علميا ولا صح دينيا، بلاش يفنى. القاعدة الثابتة ان الجسد يتحول الى تراب، يرجع التراب الى التراب والروح ترجع الى خالقها، لكن موهبة من الله او نعمة من ربنا ان يحفظ بعض الاجساد اكراما له، فدي نعتبرها معجزة ان ربنا بيحفظ بعض الاجساد. فما تقولش مخالفة للطبيعة ولا حاجة، وإنما ارتفاع فوق مستوى الطبيعة. زي المعجزات مثلا، ليست المعجزات ضد الطبيعة، إنما المعجزات مستوى أعلى من مستوى الطبيعة. مستوى إيه؟ أعلى من مستوى الطبيعة. ده في حاجات في أيامنا لو كانت موجودة مثلا في قرن واحد مضى كان يعتبروها معجزات. بقى كون ان واحد يكون بيتكلم في امريكا على بعد 13 ساعة بالطيارة، او بيتكلم في استراليا
على بعد 26 ساعة بالطيارة وانت شايفه بالصورة وبالصوت كأنه قصادك، او ناس مثلا بيلعبوا ماتش كورة في اي بلد، ليكن في افريقيا في ايطاليا في اي حد، وبعدين انت تشوف المنظر هو هو والكرة بتتشاط قصادك انها لسه طالعة دلوقتي من رجل اللاعب، مين يقول الكلام ده؟ لو حصلت زمان كانوا يقولوا معجزة، لكن دلوقتي يقول لك لا معجزة ولا حاجة، بس ابتديت تعرف أسرارها لما ارتقى بك العلم. فدي نعمة من ربنا وليست ضد الطبيعة، لكن مستوى فوق مستوى الطبيعة. آخر سؤال أسأله، واحد بيسأل يقول ايه رأيك في واعظ يلمس الناس يقعوا على الأرض؟ ويقال ان هذه قوة من الروح القدس، يعني بيمنح الناس قوة من الروح القدس يقع على الأرض، والبعض يستمر في غيبوبة لمدة دقائق كثيرة إلى آخر. طبعا أنا عارف البتاع ده مقصود به إيه، وبيقول هل يوجد أمثلة في الكتاب المقدس لهذا الأمر، ونناقش الأمثلة. هشرح لكم الموضوع ده لأن عارف الموضوع ده يهم كثيرين منكم، ولا بد أنكم تكونوا على معرفة، ومش كفاية نشرح لكم ونجاوب على البدع أيام أريوس وأيام مقدونيوس وأيام بسطور ونسيب الحاجات بتاعت أيامنا القادمة. هل الروح القدس لما ياخد الواحد يقع على الأرض؟ لو كان هذا الأمر صحيحا كان الرسل الاثني عشر لما خدوا الروح القدس مش نزلوا على الارض بس، ده كانوا نزلوا تحت الارض حتى. هل في قوة اكثر من التي اخذها الرسل الاثني عشر؟ المسيح اتكلم فعلا عن قوة، اتكلم في ايتين مشهورتين. الاية الاولى في اعمال 1:8 قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. والآية الثانية في آخر إنجيل لوقا إصحاح 24 قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. إذن هم أخذوا قوة من الأعالي، قوة من الروح القدس، ولما أخذوا هذه القوة وقوة إلهية 100% ما فيش حد فيهم وقع. سمعتوا عن حد وقع يوميها؟ وإنما هذه القوة التي أخذوها ظهرت في أمرين أساسيين. الأمر الأول موهبة الألسن التي أخذوها، والأمر الثاني قوة الكلمة، لأنه بعظة واحدة نخس الناس في قلوبهم وآمنوا واعتمد في ذلك اليوم نحو 3,000 نفس كما ورد في أعمال إصحاح 2. وكانت القوة ظاهرة حتى في طريقة حلول الروح القدس. إزاي؟ بيقول ريح عاصف، يعني قوة ريح عاصفة وملأ البيت، والتانية ألسنة كأنها من نار. فقوة الريح وقوة النار ده المظهر الخارجي، وقوة الروح القدس في الداخل جابت قوة الكلمة والإيمان وجابت قوة الموهبة. ما فيش حد واقع، دي أول نقطة. تاني نقطة، التلاميذ أخذوا الروح القدس قبل يوم البنتقسطي حينما منحهم السيد المسيح نعمة الكهنوت.
موجودة في يوحنا إصحاح 20 آية 22 و 23، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. والآية دي احنا بنكررها في القداس الإلهي في فترة تذكر آبائنا الرسل. فقبلوا الروح القدس وما حدش منهم وقع لما نفخ فيه المسيح. وكان مظاهر القوة السلطان الإلهي الذي أعطي لهم لمغفرة الخطايا. فالقوة قوة روحية، مش تنفخ في واحد يطير أو تنفخ في واحد يقع على الأرض لتبقى قوة جسدية، لكن القوة الروحية كانت في الموهبة، في الألسن، في قوة الكلمة، في المعجزات، في السلطان الإلهي إلى آخر. نتتبع مثلا الروح القدس وعلاقة الروح القدس بالناس في حلول الروح القدس. نسمع مثلا عن شمشون الجبار في سفر القضاة إصحاح 14، يقول حل عليه روح الرب. كان نتيجة حلول الروح الرب مش وقع شمشون، ده وقع أعدائه، استطاع أن ينتصر على 30 من أعدائه. وفي سفر القضاة إصحاح 15 يقول حل عليه روح الرب ساعة ما مسك في إيده لحي وهزم 1000 واحد. يبقى لما حل عليه روح الرب أخذ قوة منه، استطاع أن ينتصر بها، لكن مش القوة وقعته. لابد أن تعرفوا أن قوة الروح القدس تقيم الساقطين ولا تسقط القائمين. اللي بيقع ده أنا مش عارف بيقع ازاي ده، وقلت مرة قبل كده أنا خايف على الناس اللي بيقعوا دول، أي لمسة بتلمسه. الكتاب المقدس ما يقولش أبدا أن واحد يحل عليه الروح القدس يقع. نيجي في موضوع تاني اللي هو الروح القدس لما بيحل على الكاهن يوم رسمته، زي ما المسيح في يوحنا 20 نفخ في التلاميذ. بيحل عليه الروح القدس في حاجتين: بوضع اليد وبالنفخة المقدسة. بولس الرسول في رسالته الثانية لتلميذه تيموثاوس أسقف أفسس إصحاح 1 بيقول له أذكرك أن تضرم الموهبة التي فيك التي بوضع يدي. تضرم الموهبة يعني دي نار جواه بتضرمها، لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح القوة. يبقى بياخد موهبة مضرمة داخله هو يضرمها وروح القوة. هل تيموثاوس لما وضع بولس ايده عليه وقع؟ حدش يقول الكلام ده. هكذا كل قسيس يوم رسمته بيجي الاسقف يضع يديه عليه وبينفخ في وجهه، وعمرنا ما شفنا قسيس وقع قصاد المذبح يوميه. ان كنتوا شفتوا حاجه زي دي قولوا لي. طب ما هو الروح القدس بياخد الروح القدس، لان المسيح قال كده اقبلوا الروح القدس. والقسيس في النفخه المقدسه بيقول للمرسوم اقبل الروح القدس، فيفتح فمه ويقول فتحت فمي واقتبلت لي روحا. اهو اقتبل الروح وما وقعش. ايه علاقة الروح القدس بالوقوع؟ الكتاب المقدس ما يقولش كلام زي كده. خذوا ايضا منح الروح القدس في سر المسحة المقدسة. في سر المسحة ايه؟ المقدسة. زمان كانوا بياخدوا الروح القدس بوضع الايدي،
نأخذ مثلين من الأمثلة، أحدهما في أعمال إصحاح 8 عن منح الروح القدس لأهل السامرة، والمثل الثاني في أعمال إصحاح 19 عن منح الروح القدس لأهل أفسس. يقول إيه في أعمال 8؟ يقول: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليها بطرس ويوحنا، ودخلوا صلوا، ولما وضعوا عليهم الأيادي قبلوا الروح القدس. هل أهل السامرة وقعوا على الأرض ساعتها واسمه بيقبلوا الروح القدس من مين؟ مش من شخص عادي، ده من بطرس ويوحنا الأعمدة في الكنيسة. وفي أعمال الرسل إصحاح 19 عن بولس الرسول لما ذهب إلى أفسس ولقى أن الناس هناك بمعمودية يوحنا مش بمعمودية المسيح، وعمتهم، وبعد ما عمتهم يقول: ولما وضع يديه عليهم قبلوا الروح القدس. في أعمال 19 ما سمعناش في حاجة زي دي إن حد بإيه بيقع، ده مش تعليم كتابي ولا تعليم الإنجيل ولا عهد قديم ولا غيره. طب ما داود حل عليه الروح القدس لما رسم في صمويل الأول 16، وقع ساعتها في إيد صمويل، ده كان زي الأسود، مفيش حاجة نقول واحد ياخد الروح القدس يقع. نيجي برضو في منح الروح القدس في سر الميرون: كل واحد فيكم أخذ الروح القدس في سر الميرون بالمسحة المقدسة. عمرنا ما شفنا طفل أغمى عليه لما مسح بزيت الميرون. مش بس ده، بيمسح بزيت الميرون والكاهن بيحط إيده عليه وبينفخ في وشه ويقول له اقبل الروح القدس، يعني بياخد الكل، زيت الميرون والنفقة وضع اليد كله مع بعضه في طقس الكنيسة عندنا. عمركم شفتوا طفل ما نقولش وقع لأن ده بيبقى نايم على الترابيزة أغمى عليه مثلا زي الناس اللي بيغمى عليهم كده؟ والعجيب أنهم مش بيقعوا كده، بيقعوا على ظهرهم ويغطوهم بملايات، ملايات الروح القدس. أسمع مثلا عن مثل أكبر، وهو يوحنا المعمدان الذي من بطن أمه امتلأ من الروح القدس زي ما ورد في لوقا 1:15، من بطن أمه امتلأ بالروح القدس، أخذ قوة، أخذ قوة فعلا، لأن قال في نفس الإصحاح بعدها على طول، تلاقي من لوقا 1:15 لغاية 17 بيتكلم عليه، بيقول: يتقدم أمام الله بروح إيليا وقوته. بروح إيليا، وأنتوا عارفين إيليا وقوته اللي تلاقوها في ملوك الأول، في يوم واحد استطاع أن يقضي على 850 من أنبياء البعل وأنبياء السواري، رجل جبار، اللي مرة قال تنزل نار من السماء وتأكل 50 ونزلت نار من السماء، ده إيليا ده معروف. يوحنا أخذ روح إيليا وقوته، وقع على الأرض؟ لا، ما وقعش. أمال القوة ظهرت في إيه؟ القوة ظهرت في قوة الكرازة والدعوة للتوبة، وإنه زي ما قال الكتاب يقود العصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا، واستطاع أن يقود شعب الله في أيامه إلى التوبة، أو يقود الخطاة إلى التوبة، وكان قويا في توبيخه سواء للفريسيين أو للخطاة من الشعب أو لجميع العشور أو غيره، وكان قويا أيضا في شهادته للحق. استطاع يقول للملك: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، بقوة.
هذه القوة الموجودة. مش واحد ياخد قوة يقع على الأرض ولا يجي له إغماء ولا يغطوه وينام كده لغاية لما يبص يشوفهم مش يروح صاحي. أنا عايز أقول حاجة تاني في حكاية الروح القدس. عايز أقول حاجة تاني في حكاية الروح القدس. ما رأيكم أن الروح القدس بيحل في سر الإفخارستية؟ ومعروف جزء من القداس الإلهي عن حلول الروح القدس، يحل الروح القدس على الأسرار لكي يحولها. لا الكاهن بيقع ولا الشعب بيقع واسم الروح القدس، ولا الشمامسة بيقع واسم الروح القدس بيحل. كل ما في الحكاية أن الشعب بيسجد في خشوع وفي هيبة وليس في إغماء. الروح القدس بيحل. الروح القدس يحل أيضا في جميع أسرار الكنيسة. هو احنا لما نقول على عروسين مثلا في يوم الزواج ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ايه اللي بيجمعهم؟ الروح القدس. فأول ما الروح القدس يجمعهم الزوجة تقول خلاص وتروح، ولا الزوج الآخر ما حصلش، بيبقوا متمالكين لوعيهم وفي آخر صح. وعمرنا ما شفنا عروس ولا عروسة في حلول الروح القدس لربط الاثنين برباط إلهي إن حد فيهم وقع ولا أغمي عليه. طب تبقى النقطة اللي بعد كده، هل هناك نص في الكتاب عن وقوع؟ نتكلم في دي. طبعا كل اللي قلناه مفيش فيه حاجة. الناس السائرون في هذا الطريق بيقول لي ايه؟ بيقول لي قداستك فسرت الموضوع اثناء اللمس على انه تأثير حلول الروح القدس على الملموس، ولكن يقال ان الوقوع هو عن عدم احتمال الخطاة الاشرار لهذه اللمسة. اذا كانوا اللي بيتقدموا كتير من المكرسين والخدام يبقى دول اشرار ما احتملوش اللمسة؟ كلام ايه ده؟ انا شفت فيلم من النوع ده بيقول النهاردة هنوضع اليد على الخدام لكي ينالوا قوة، فالخدام دول هم الاشرار الذين لم يحتملوا اللمسة، وبعضهم من المكرسين والمكرسات، هل دول اشرار لم يحتملوا اللمسة؟ طب لماذا لا تكون لمسة الروح القدس تطهر الشرير من شره وتعطيه قوة؟ ليه نقول ما يحتملش؟ ومين في الناس يحتمل قوة الروح القدس؟ لكن الروح القدس بيعطي في داخل عمله قوة الاحتمال. قال ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وإلا يبقى كل اللي بيتقدموا بقى عشان ياخدوا وضع اليد يكونوا معترفين انهم اشرار وبياخدوا الروح القدس مش قادرين يحتملوا. الروح القدس يقود الاشرار الى التوبة، والروح القدس يطهر الاشرار من شرهم، والروح القدس قوة للتطهير وقوة للعمل الروحي وقوة تصنع المعجزات أيضا، لأن كل المواهب اللي موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 12 عطية من الروح القدس.
كلها. اقرأ كورنثوس الأولى 12، الروح القدس هو اللي بيدي المواهب دي كلها. نيجي نشوف أمثلة. بيقولوا شاول الطرسوسي وقع، شاول الطرسوسي ايه وقع؟ اولا لا شاول الطرسوسي خد لمسة ولا خد نفخة ولا خد روح قدس ساعة ما وقع. نقراها في اعمال الرسل اصحاح 9. شاول الطرسوسي ده كان مضطهد للكنيسة، وكان بياخد رسائل من رئيس الكهنة ويجر رجالا ونساء إلى السجن. وفيما هو ماشي يجر الرجال والنساء إلى السجن بيقول الكتاب عليه إيه؟ إصحاح 9: فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ رجل ماشي في السكة لقى نور عظيم أبرق وصوت بيكلمه، خاف وقع على الأرض، وخصوصا أن اللي بيكلمه ده يسوع الذي يضطهده، دي ترعب ولا ما ترعبش؟ عشان كده بيقول وهو مرتعد ومتحير. فالوقوع هنا كان وقوع خوف من المنظر، من النور، من الصوت، من انه التقى بالذي كان يضطهده، اللي كان بيقول شاول بيضطهد. دي مالها دي بالروح القدس؟ ولا لها علاقة بالروح القدس هنا خالص، ولا في اخذ روح قدس ولا لمسة روح قدس ولا حلول روح قدس. ده لسه الروح القدس خده بعد ما اتعمد. واتعمد امتى؟ بعد ما ربنا بعته لحنانيا الدمشقي، وحنانيا الدمشقي قال له: ايها الاخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. ده لسه ما كانش خد الروح القدس. واخذ الروح القدس لسر الكهنوت وللإرسالية في أعمال إصحاح 13، يعني بعد 4 إصحاحات من الموضوع ده. بيقول فيما هم يخدمون الرب ويصومون: قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي. فهؤلاء إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، إلى آخر هذا الكلام. تلقوها في أعمال 13 من آية 2-4. وما وقعش لا هو ولا برنابا، لكن لما وقع هنا كان من الخوف. نفس الوضع اللي نقوله في رؤيا يوحنا، نفس الخوف والمفاجأة والمنظر والصوت. يعني بالنسبة لبولس مفاجأة وهو ماشي لقى بغتة نور من السماء، النور ده ما احتملهوش اللي موجودين معاه، ولقى صوت بيكلمه وقال له: لماذا تضطهدني؟ وقع على الأرض. خوف ومفاجأة وصوت ونور. نفس الكلام بالنسبة ليوحنا. يوحنا كان موجود وبيقول: سمعت صوتا ورائي. بيقول أنا الأول والآخر. فالتفت لأنظر الصوت اللي بيكلمني فوجدت شبه إنسان. المنظر يخوف، شعره أبيض كالسلك، عيناه كلهيب نار، رجلاه أو ساقاه مثل النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، صوته كصوت مياه كثيرة، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. عنصر المفاجأة، عنصر الصوت اللي بيكلمه، المنظر المخيف. في ألفة وقعت عند قدميه كميت من الخوف. عشان كده المسيح قال له: لا تخف. قال له ايه؟ لا تخف، لانه عارف ان ده مرعوب. مين فيكم يشوف المنظر ده؟ تقول لي بيتكئ على صدر يسوع. ده اللي شافه ده مش هو يسوع اللي كان بيتكئ على صدره، ده في مجد
التاني اللي شافه كان وهو أخلى ذاته، لكن دلوقتي يسوع في مجد ما قدرش، عيناه كلهيب نار. انت لو شفت واحد عينه في لهيب نار ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته، ورجله زي نحاس محمى كأنه في أتون، وصوته كمصوت مياه كثيرة، ما تخافش. وقع قال له لا تخف، أنا الأول والآخر. وطمن دي مالها دي بلمسة الروح القدس وإعطاء قوة، ولا ده رخر من الخطاه اللي ما احتملوش، ولا بولس من الخطاه اللي ما احتملوش. النقطة الأخيرة اللي ساعات بيقولها هؤلاء الأخوة هي حكاية شاول الملك في صمويل أول إصحاح 19 آية 19. عايز أديكوا شوية إصحاحات تتابعوها في صمويل عشان تاخدوا فكرة عن تاريخ شاول. شاول الملك ده، شاول الملك ده أخذ الروح القدس في مسحته كملك في صمويل الأول إصحاح 10، وتنبأ الناس تهكموا عليه وقالوا أشاول أيضا بين الأنبياء، قالوها مرتين في صمويل الأول 10، ومشي كملك لخبط كملك، وقدم ذبيحة وهو ليس كاهنا لأنه من سبط بنيامين، وفي حرب عماليق لم يطع كلام الله. وبعدين في صمويل الأول إصحاح 15 صمويل قال له لأنك رفضت كلام الله، الله قد رفضك. الله ايه؟ قد رفضك. ومع ذلك صمويل ناح عليه وبكى في صمويل الأول إصحاح 16 آية 1. ربنا قال لصمويل لماذا تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ يبقى في صمويل الأول 15 قال له الله رفضك لأنك رفضت كلام الله، وربنا قال له في صمويل الأول 16 لماذا تنوح على شاول وأنا إيه قد رفضته. في صمويل الأول إصحاح 16 برضو نفس الإصحاح آية 13 حل روح الرب على داود بعد ما مسحه إيه صمويل، وفي آية 14 وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يبقى من إصحاح 16 فارقه روح الله، ومش بس فارقه روح الله، وبغته روح رديء. وكانوا بيجيبوا داودي يعزف له على العود علشان يخفف حكاية الشياطين بالمزامير اللي بيقول ده. عايز الأخوة دول يتمثلوا بيه انه في إصحاح 19 بيقول لقى الأنبياء راح دخلوا إياهم يتنبأ معاهم وحل عليه روح الرب، ووقع عريان ليل طول الليل وطول النهار. سمع شوف لكم الآية عريان على الأرض. ما في ناس كانوا ساعات لما يتنبأوا يضربوا روحهم بالسكاكين ويعملوا عمايل. بيقول فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، لذلك يقولون أشاول أيضا بين الأنبياء. لو كانوا الأخوة عايزين يتمثلوا بشاول الذي رفضه الرب وفارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب وقلع ثيابه قعد عريان النهار والليل، يبقى يتفضلوا يمشوا في السكة دي ويشوفوا نهايتهم تبقى ايه. ايها الابناء والاخوة، انا حزين على الناس اللي بيتلمسوا ويقعوا على الارض. لا اعرف اي نوع هذه اللمسة، ولا يوجد اطلاقا
لمسة من الروح القدس توقع إنسان على الأرض. لا وجود لها لا في الكتاب ولا في التاريخ ولا في العقيدة ولا في اللاهوت. ينبغي أن تعلموا الآن أن الشخص الذي يمنح هذه اللمسة اللي بتوقع بيروح يوعظ في الكنيسة الرسولية ويوعظ عند الخمسينيين ويوعظ عند خلاص النفوس ويديهم اللمسة برضو اللي توقعهم، ومش عارف نهاية الوقوع ده مجموعه هيبقى ايه. احترسوا من هذه الامور. نكتفي بكده بس، مش عايزين كلام في الاجتماع. يعني احنا داخلين على الشتاء، نبتدي 6، نبتدي 6 الا ربع، نبتدي 5:30، نبتدي 5:15، علشان ده الوقت من الساعة 5 بتلاقوا الدنيا غربت والدنيا ضلمت. مش معقول في الشتاء نخرجكم الساعة 9. يا ريت الابتداء من الأسبوع الجاي نبتدي من 6 الا ربع كده أحسن. أن الستات بيخافوا يشوفوا الضلمة بالليل. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة الصوم، صوم الميلاد المقدس، ربنا يعيد عليكم بخير، عايزين ناخد كده شوية روحيات معينة. هبتدي معاكم في موضوع ما كلمتكوش فيه قبل كده، وهو مدى استجابة الإنسان أو انفعال الإنسان بأي شيء. إيه ردود الفعل اللي عند الإنسان؟ إيه الحاجة اللي بيسموها ريسبونس؟ ريسبونس يعني نوعية الاستجابة. يعني هجيب لكم مثل. كل حاجة في الروحيات موجودة، كل حاجة في المعلومات موجودة، لكن ايه مدى تقبلك انت لهذه الاشياء؟ ما مدى تقبلك لهذه الاشياء؟ يعني خدوا مثلا واحد بيبني بيت وصب الخرسانة. لو اول ما حط الخرسانة دفلق عليها المية تتلف وتسيح والأسمنت يروح، لكن لو استنى عليها يوم وابتدى يعمل عليها مية، المية تقويها وتشددها. المية تقويها ايه؟ وتشددها. في مية تديها للزرع تغرقه، ومية تديها للزرع ترويه. لو انك انت جبت النار وحطيت القش تحرقه، حطيتها لطوب ني تسويه، ايه مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ ما مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ احنا بنعيش في عالم فيه الخير وفيه الشر. ما مدى انفعالنا بالخير وما مدى انفعالنا بالشر؟ يعني اجيب لك مثل من الامثلة. انسان يكلمك كلمة صريحة. كلمة ايه؟ صريحة. إن كنت عاقلا وتريد خلاص نفسك ويهمك روحياتك تستفيد من الكلمة الصريحة، حتى لو كان فيها كشف
لنقط في نفسك ما تريحش. نفس الكلمة الصريحة يسمعها واحد فيستفيد منها، يسمعها واحد فيتضايق، يسمعها واحد فيتضايق. وجايز الكلمة الصريحة يسمعها واحد يعتبرها إهانة، يعتبرها جرح لشعوره، يخلي اللي قصاده عمره ما يكلمه بصراحة، وهكذا يفقد الكلمة الصريحة المخلصة التي تبني نفسه. يبقى نسأل أنفسنا ما موقفنا من الكلمة الصريحة؟ ما موقفنا مثلا من أب الاعتراف إذا وبخ على غلطة؟ نقول له أنت ما بتحبنيش، أنت بتجرحني، أنت بتهني، أنت أنت أنت، ولا نستفيد من الكلمة ونقول إنه يبني نفسنا بهذه العبارة التي قالها، بهذا الإرشاد اللي قاله، بهذا الكشف اللي قاله. على حسب نوعية الإنسان يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته، يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته. إنسان مثلا تحدث له مشكلة، إنسان تحدث له مشكلة، فماذا يكون وقع المشكلة عليه؟ ما مدى استجابة نفسه للمشكلة؟ في إنسان أول ما تجيله المشكلة ينهار، ينهار وبكى ليل ونهار وحزن، ويمكن نتيجة المشكلة ضغط أو سكر أو أعصاب. وفي ناس بيجيلهم مشكلة يضيعوا فيه، يضيعوا فيه. ممكن واحد من التعب يجيله قرحة في المعدة، واحد يجيله نزيف في المخ، مش قادر، لأن المشكلة نزلت عليه، استجابته ليها كانت استجابة تتعبه. وفي إنسان تجيله مشكلة بدل ما يحلها بالفكر يحلها بأعصابه، يعني يحلها بأعصابه، يثور، يضج، يزعل، يقول ايه الكلام ده، ازاي يحصل، ويهيص ويزعق. طب التزعيق يا حبيبي هيحل لك المشكلة؟ لكن هو انفعاله بيها كده، اللي بيبكي، اللي بينهار، اللي بيزعق. في واحد تجيله مشكلة يقعد يحلل فيها ما سببها وايه اللي جابها، لازم فلان ولازم علان، ودي جاية من قول ده، ودي جاية من تدخل ده، ودي جاية من تآمر ده، ويقعد يحلل في أسباب وعلات، ده انفعاله بيه. وفي إنسان يجيله مشكلة يفكر في حلها، المشكلة مشكلة نفكر ايه في حلها، اللي قالها حل يستريح، إن ما لقاش لها حل يقول أسيبها لربنا هيحلها بعد شوية. وإنسان تجيله مشكلة ياخدها بروح التسليم ويقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، حتى المشاكل ممكن تعمل معا للخير، ويفتكر قصة زي يوسف الصديق والمشاكل اللي حلت بيه، سواء من إخوته اللي رموه في البير، اللي باعوه لقافلة تجارية ماشية، المشاكل اللي حدثت له بيت فوطيفار، السجن اللي راح فيه، ومع ذلك كل هذا انتهى إلى الخير، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ربهم. يبقى المشكلة مش في المشكلة،
المشكلة في إيه؟ في طريقة تقبل القلب لها، طريقة تقبل الفكر لها، طريقة تقبل الأعصاب لها، طريقة تقبل الروح لها. هي دي الحكاية اللي أنا عايز أقولها. على حسب مدى استجابتك للأشياء، مدى تقبلك ليها، مدى انفعالك بيها، حياتك الروحية وحياتك العملية تأخذ مجرى معين. ما تقولش المشكلة أتعبتني، قول طريقتي في التعامل مع المشكلة هو اللي أتعبني. ما تقولش المشكلة أتعبتني، تقول إيه؟ طريقتي في التعامل مع المشكلة أتعبني. ما هو جايز تلاقي مثلا شركة استغنت عن 10 من الموظفين، كل واحد الاستغناء عنه أخذ مجرى في حياته غير التاني. واحد قال ويا يعني هدور على شركة إيه، واحد قال أنا أرفع قضية ضد الشركة، وواحد قاعد يعيط ويجوا الناس حواليه يعزوه ويخففوا من آلامه، وواحد يعيا ويجي الدكتور يكشف عليه، وواحد يقول خلينا عمليين نشوف الخطوة التالية العملية تبقى إيه. الحادث هو الحادث، لكن له تأثير على شخص غير الشخص الآخر. نوع عقليتك، نوع روحياتك، نوع أعصابك، نوع نفسيتك هو اللي بيأثر عليك. واحد يعيش في الحياة فيرى أخطاء بعض الناس الذين حواليه، وربما يجد أخطاء اللي حواليه، يمكن بعضهم رجال دين، بعضهم خدام في الكنيسة، بعضهم شمامسة، بعضهم وعاظ. واحد يشوف يقول ايه الأخطاء دي؟ الكنيسة خربت بقى ولا ايه؟ دي أواخر الأيام، ويحزن في داخله ويبكي. واحد تاني يثور ويضج، وواحد يملى الدنيا إشاعات وكلام، وكل ما يقابل واحد يقول له كلمتين، وواحد يدودو في ودان الناس، ما سمعتش مش جرى، ما سمعتش مش كلام قال، ما سمعتش، والدنيا يبقى ناشر إشاعات وكأنه شعلة من نار ابتدت تسري في تب، كل ما يمر في حتة يشعلل 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 يشعلل. وواحد يمسك منشورات ويكتبها ويطبعها، وواحد تاني يقول مين قال ان الكلام ده صح؟ مش جايز دي اشاعات، وجايز الكلام ده مش مظبوط، ويسأل وربما يجد فعلا ان الكلام ده مش مظبوط. وواحد يجي يلاقي اخطاء للناس يقول في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 5 بيقول إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كان إنسانا إيه؟ تحت الآلام مثلنا، ومع ذلك صلى صلاة إن السماء لا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، وصلى صلاة فرجع المطر، مع انه انسان تحت الالم ايه مثلنا. في واحد يشوف حكاية فبدلا من ان يدين، وبدلا من ان يثور، وبدلا من ان يشنع، يصلي من اجل الشخص اللي سمع عنه الكلام، ويطلب لفلان الراحة والدواء. يبقى العمل الخارجي هو هو، الحدث الخارجي هو هو، لكن ايه مدى تقبل الانسان للي حاصل يختلف من شخص الى شخص، على حسب طباع الشخص، على حسب نفسية الشخص، على حسب نوعية شخصيته، على حسب فكره بيختلف.
لكن الحاجة هي هي. واحد يقول يا عم انا مالي ما خليني في حالي، قال لا، يبقى كل واحد له اسلوب، بينما المشكلة هي هي، الحدث الخارجي هو هو. تلاقي انسان نظرته سوداء لكل ما يراه من الامور، وواحد نظرته بيضاء لما يراه من الامور، وواحد له الطبع الثوري لكل ما يراه من الامور، وواحد له الطبع البارد او الطبع الهادئ لكل ما يراه من الامور. واحد بيفحص، واحد بيبكي، واحد بيفرور، واحد بياخد الامور باسلوب روحي، واحد بياخد الامور باسلوب عالمي، يختلف من واحد لواحد. زي ما اقول لك فلان ده طبعه ناري وفلان ده طبعه هوائي، فلان ده طبعه ترابي او مائي، زي ما بيقولوا الناس بيختلف الطباع ويختلف الناس في روحياتهم. جايز يختلفوا في روحياتهم وجايز يختلفوا في سنهم. كل ما الانسان بيكبر بينظر للامور نظرة اخرى. جايز يختلف الناس في ثقافتهم في علمهم. كل ما الانسان بيدرس او بيكون عقليته وفكره بيكون له تصرف اخر. يختلفوا في سنهم، يختلفوا في فكرهم، يختلفوا في روحياتهم، يختلفوا في طباعهم. ايه مدى استجابة الناس للامور اللي بتصادفهم في حياتهم او بتقابلهم في حياتهم؟ واحد يسقط في خطية مثلا، يسقط ايه في خطية، يعمل ايه؟ جايز يحزن ويبكي ويتعب. وجايز واحد يسقط في خطية يقول انا ما فيش فايدة فيا، ما انا كل ما اقوم اسقط. واحد تاني يقول لا، ده انا كل ما بسقط بقوم. يعني هقولها لكم متسلسلة. واحد بيسقط في خطية وبعدين يتوب ويتناول، وبعد ما يتناول يسقط في خطية ويتوب ويتناول، وتستمر الحكاية. فاللي نظرته سوداوية يقول أنا بعد ما اتناول كل مرة بسقط، واللي نظرته بيضاء يقول ده أنا كل مرة بسقط برجع أتوب وأتناول. فكل ده بيخط من قدام وده بيخط من ورا، وبتختلف من واحد لواحد. واحد ييأس يقول ما فيش فايدة فيا، ويمكن يستمر في الخطية. واحد يبكت نفسه ويقول لا، لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. واحد يقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. واحد يقول لربنا الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران. واحد يقعد يحرق في نفسه ويحرق في نفسه وبرضه يستمر في الخطية، يعني حريق بلا فائدة، في نار بتسوي وناس بتحرق، ونار ايه بتحرق. فالنار اللي عندك من النوع اللي بيسوي ولا من النوع اللي بيحرق؟ وهل نار على قدر الحاجة ولا نار أزيد من الحاجة؟ ايه يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ايه كل ما تسقط؟ هل بتسلك باسلوب عملي ولا بتسلك باسلوب هوائي؟ هل بتسلك باسلوب عميق ولا باسلوب سطحي؟ كيف تتعامل؟ واحدة تتجوز وعشان ما فيش شقق تسكن في بيت العيلة بتاع الزوجة،
أسلوب العيلة بتاعت زوجها. الأم لها نوع من المعاملة والأخت لها نوع من المعاملة. وبعدين جايز تجد معاملة ما تريحهاش، فتكون النتيجة إيه؟ واحدة تقعد تبكي حظها إنها اتجوزت وبقى حالها هذا الحال، ومنين ما يجي زوجها البيت يجد دمعتها في عينيها. وواحدة تانية تشوف الحاجات دي تثور وتضج وتقول له جثة خرجني من البيت. طب يا ست مش لاقي شقة، لازم تلاقي شقة غصب عنك. طب هعمل ايه؟ تقول له ما لقيتش حل، وديني بيت ابوي. الله، الحكاية كبرت. واحدة تانية تقع في الاشكال فتتخانق مع حماتها، تتخانق مع اخت زوجها، والراجل يجد نفسه بين نارين، يرضي دول ولا يرضي دول، والبيت يتحول الى نكد. وفي واحدة غير دول تقول انا عايز اشوف ازاي اكسب هؤلاء الناس، ازاي اكسب حماتي، وازاي اكسب اخت زوجي، وازاي يشعروا ان اخت جديدة ليهم وابنة جديدة ليهم، ولا يجدوا مني الا الكلمة الطيبة والا المساعدة في كل اعمالهم والتعاون معاهم، واشعرهم ان ابنهم ما زال ابنهم وانا ما سرقتوش منهم وما اغتصبتوش وخدته لوحدي وحرمته من حنان امه ومن محبته لامه، واخلي الحكايه ماشيه. وواحده تغلط تلاقي ام حكيمه تقول لها يا بنتي هدي سيرك، بص لمستقبلك، بلاش الاسلوب ده، وتستفيد من النصيحه. واحدة تشخط في امها وتقول لها انت مش حاسة بيا، مش حاسة النار اللي انا فيه. لا لا لا، وليه يا عجبك النار ولا ايه؟ يختلف الناس في نظرتهم الى الامور، في نظرتهم إلى الأمور، في مدى تقبلهم لكل ما يحدث لهم. علشان كده يحتاج الناس إلى توعية وإلى شرح، ويحتاج كل إنسان إنه يغير ما في نفسه من الداخل، ويرسي ذاته على مبادئ وروحيات تستطيع أن تتعامل مع الناس. في واحد يسمع كلمة إهانة من شخص فيزعل في قلبه ويفضل الزعل معه ده سنين وأيام. وفي واحد يسمع كلمة إهانة من إنسان فيثور ويضج وينفعل ويرد الإهانة بمثلها وبمثل مثلها والبادي أصلا. وفي إنسان يقول لنفسه كده يعني، وفي إنسان يسمع كلمة الإهانة فيحللها، هل فعلا ما يقوله فلان عني مظبوط ولا لا، بطريقة موضوعية عقلية كأنه مش هو الشخص اللي اتقال له الكلمة، وهو ممكن يكون الكلمة اللي قالها له مظبوط. على رأي القديس أنطونيوس قال إذا قال فيك أحد شر أو إساءة افحص نفسك من الداخل، هل فيك هذا الأمر ولا لا؟ إن كان فيك قول كويس ان فلان نبهني الحاجة موجودة عندي اصلحها، وان ما كانش فيك كأنك ما سمعتش وخلصنا. وفي انسان يسمع الكلمة
يفكر كيف ينتقم ويسمع الإهانة ويقول يعني اللي أهان ده ملهوش أخطاء، طب أنا هدعبس في حياته وهسأل اللي رايح واللي جاي وأشوف ماضيه وحاضره وأدور عليه وأنكش في حياته واتصل بالناس اللي اتخصموا معاه قبل كده واتضايقوا منه قبل كده وأشوف تاريخه معاهم وفكرته عنهم وهجيبه من قراره. الحكاية هي هي نفس الكلمة، سمعها واحد غير التاني. وفي واحد يسمع الإهانة زي ما داود النبي قال لما شتموا شمعي ابن جيرة، قال لهم الله قال لهذا الإنسان تسب داود. واحد يقول هذا الأمر من أجل خطاياي، وزي واحد من القديسين في أول حياته يعني لو فقد ضده تهمة وسجن ظلما ففي سجنه افتكر خطية أليمة زمان ما كانش نال عقوبته عليها، فقال آه يبقى دية بدل القديمة وما زعلش. أنا عايز الإنسان من جوه يعرف كيف يتعامل مع المشاكل، مش بس مع الإهانة ومع المشكلة، ده كيف يتعامل مع كلمة المديح التي تأتيه من الخارج، وكيف يتعامل مع المركز الكبير الذي يأتيه أو الوظيفة الكبيرة التي تأتيه أو الرئاسة التي تأتيه، كيف يتعامل أو الغنى الذي يأتيه أو الجاه الذي يأتيه، كيف يتعامل. في إنسان يجي له مديح من الخارج فيرفع قلبه في الداخل زي ما حدث مع هيرودس، فلما ارتفع قلبه من الداخل ولم يعطي مجدا لله ملاك الله ضربه فمات. وفي إنسان تجيله كلمة مديح من الخارج يقول آه أنا دلوقتي بستوفي خيراتي على الأرض زي الرجل الغني، ده أنا هتنطبق علي كلمة الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم، فيحزن لهذا المديح. وفي واحد تيجي له كلمة مديح يقول لا 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 أنا عارف نفسي كويس، طب ده أنا عملت وعملت وعملت، وتبص تلاقي تبكيته لنفسه من الداخل يوزن مع الكلمة اللي جات له إيه من بره. وفي واحد تيجي له كلمة مديح يقول لها ده طبيعة الناس كده، مرة يمدحوا مرة يزموا، وزي ما قال بولس الرسول بمجد وهوان بصيت حسن وصيت رديء. طب ما السيدة العذراء مدحت كثيرا ولا تزال تمدح، هل ده غير قلبها؟ أبدا، قالت إن القدير صنع بي عجائب لأنه نظر إلى اتضاع أمته، واتضاع دي ممكن تترجم بكلمة مذلة أمته، مع إن جميع الأجيال تطوبها لكن لم يرتفع قلبها بهذا الشكل. وإنسان تاني يتحط في منصب يبص للناس من فوق كما لو كان في القمة وينظر للذين في القاع أو في السهل أو في المستنقع أو في الوادي. ويمكن لا يرد على كلمة الإهانة إذا جت له، لا يرد من ناحية الوداعة والاتضاع، إنما لا يرد ارتفاعا عن هذا المستوى الذي لا يستحق أن يبادله كلمة بكلمة. يقول لك دي حاجات ما نسألش فيها. يبقى في إنسان العوامل الخارجية ترفع قلبه وإنسان العوامل الخارجية تزله من جوه
وإنسان يتقبل الأمور ببساطة ويمررها. فبرضو كل واحد يفحص نفسه، أنا من أي نوع من هؤلاء، وإيه الوضع السليم اللي أستقبل به الأمور. الخدمة مثلا، ناس كتير بيخدموا، في واحد إذا وضع في خدمة يتحول إلى السلطان والسيطرة وينهى ويأمر ما بدا له في الكبير وفي الصغير، صاحب سلطان. وفي إنسان يدخل في خدمة فيتضع قلبه ويقول أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله كما قال القديس بولس. واحد يأخذ خدمة فيكون كل ما في قلبه إزاي يعمل على خلاص أنفس الناس، وفي واحد يدخل في خدمة فيكون كل ما عنده إزاي الخدمة ترفعه، إزاي تديله مكانة، إزاي تديله رئاسة، إزاي يتطور من عالي إلى أعلى إلى الأعلى، ومن واحد من القمم إلى الأول إلى الوحيد، والحكاية تمر كده. الخدمة بتنفع ناس روحيا، وفي ناس بينضروا من الخدمة. بينضروا من الخدمة ليه؟ لأنهم دخلوا في الخدمة قبل أن ينضجوا روحيا، فلم يستطيعوا أن يستفيدوا من الخدمة كوسيلة تساعدهم على نموهم الروحي أو كواسطة من وسائط النعمة. كل واحد بيختلف عن التاني على حسب قلبه من جوه. عشان كده الكتاب بيقول بكل تفحص افحص قلبك لأن منه مخارج الحياة. قلبك ده جواك ايه؟ نوعية حياتك ايه؟ فكرك ايه؟ اعرف نفسك وصلح نفسك. اعرف نفسك وايه؟ وصلح نفسك. احنا دخلنا في الصوم، كيف كل واحد بيستقبل الصوم؟ اول سؤال واحد سألهوني، هو الصوم بتاع السنة دي يبتدي ب 25 نوفمبر ولا 26؟ نلحق نفطر يوم 26 لان سمعت ان هو الفطار 26، يعني جت من يوم، لكن بالنسبة له مكسب كبير انه وفر يوم من ايام الصيام واستفاد جزءا من البروتين الحيواني. الحمد لله الصيام ده فيه بروتين حيواني في السمك، يعني تقدر تاخده ما عدا الاربع وجمعة. طبعا واحد يجي له الصوم يفكر كيف يستفيد منه روحيا، ويكون له برنامج روحي في فترة الصوم، ويقول هذه الفترة هي فترة مقدسة كيف أسلك فيها بقداسة. واحد يجي للصوم يفكر ازاي يتهرب من الطعام النباتي، مش فيه سمن نباتي وفيه جبن نباتي وفيه لبن نباتي وفيه حاجات كتير. يحاول يتخلص، وما قدرش يتخلص من نوعية من نوع الأكل، يتخلص بالتحبيشات في الأكل وطريقة الطهي الجميلة، وخصوصا إذا كان ربنا رزقه
بأم تفهم في الطبيخ أو زوجة تفهم في الطبيخ يقول لها توضبيها التوضيبة اللي تيجي على المزاج. طب المزاج ده تبقى صايم برضه ولا مش صايم؟ هم ده ماشي بالمزاج يبقى صايم ازاي؟ وواحد يقول في الصوم زي ما قال القديسين ان يعني ان قدم لك طعام جيد فافسده قليلا ثم كله. واحد يقول اذا قدم لك طعام شهي فارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهي، يعني ما تاكلش لاخر مربوطه يعني زي الدرجه الماليه. صحيح ياكل لكن ما ياكلش كل الطبق، وان كان الطبق ما يطلبش غيره يعني. وواحد يضبط نفسه، واحد يصوم من غير ما يضبط نفسه، واحد واخد شكلية الصوم، واحد واخد روحانية الصوم، واحد زي ما بيصوم جسده بيصوم فكره، بيصوم نفسه، بيصوم لسانه، بيصوم إرادته، بيمشي. الصوم هو الصوم، والأكل النباتي هو الأكل النباتي، لكن في إنسان بيستفيد وإنسان لا يستفيد. لا تعيشوا بشكلية الحياة، إنما عيشوا بالروحانية والعمق، بالفهم السليم والتدبير السليم والروحانية اللي تقودكم من عمق إلى عمق. على حسب ما جواك أنت بتستفيد. ربنا ادانا كثير من وسائط النعمة، بعضنا بيستفيد منها وبعضنا ما بيستفدش. الكنيسة ادت لك الأجبية وناس كتير بيصلوا بالأجبية، ناس بيستفيدوا وناس ما بيستفيدوش. الكنيسة ادتك الإبصلمودية وادتك التسبحة وناس كتير بيقولوا التسبحة والبعض بيستفيد والبعض ما بيستفدش. واحد بيكر التسبحة كر لكي تمر مر وتنتهي بسرعة وأدى واجب، وواحد التسبحة بيعجبه فيها الألحان والموسيقى والنغمات وكيف يؤديها بطريقة سليمة، وواحد يدخل إلى أعماق اللحن وروحانية اللحن ويترك في نفسه أثرا، واحد يهمه الكمية إزاي يخلص بالتسبحة كتير، واحد يهمه النوعية إزاي يتأثر بيها ويستفيد. لكن التسبحة نفس التسبحة، والقداس نفس القداس، والأجبية نفس الأجبية، والمزمور نفس المزمور، في بيستفيد وفي ما بيستفدش. يا ريت تفكر في نفسيتك، في روحانيتك، في عقلك، في طريقك لتقبل وسائط النعمة. في واحد الصلاة هي الصلاة، لكن كل إنسان في الصلاة غير الآخر. في إنسان بيصلي كدأتية واجب، وإنسان بيصلي وهو سرحان، وإنسان بيصلي بعمق ويصلي بفهم ويصلي بخشوع ويصلي بروحانية ويصلي بحرارة ويصلي من قلبه ويصلي وهو شاعر بالصلة بينه وبين ربنا. مش كل واحد زي التاني. ما تقوليش صمت وما استفدتش، ما تقوليش صليت وما استفدتش. اقول لك طريقتك في الصلاة هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش، طريقتك في الصوم هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش، طريقتك في الأجبية هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش. كل واحد يختلف عن التاني في الاسلوب من كل ناحية. ما مدى تعاملك مع ربنا؟ إنسان بيعبد ربنا وواحد تاني وثالث بيعبدوا ربنا، لكن في واحد بيعبد ربنا
علشان ربنا ده مصدر الخيرات ومصدر النعم ومصدر البركات. واحد بيعبد ربنا عشان ربنا ده فيه كل الصفات الجميلة وهو بيحب ربنا، مش مسألة خيرات أو بركات. حتى لو ربنا ما بعتلوش خيرات أو بركات برضو بيحب، حتى لو ربنا بعتله تجارب أو ضيقات برضو بيحبه ويقول له أنت بعتلي دي لفايدتي. وفينا في إنسان بيعبد ربنا عشان ما يبقاش ملحد، لأن بيخاف من كلمة ملحد ولازم يعبد ربنا. وفي واحد بيعبد ربنا خوفا. كلهم بيعبدوا ربنا، لكن اسلوب ده غير ده غير ده، روحيات ده غير ده غير ده. كل واحد له اسلوب وكل واحد له طريقة. وربنا بيبص للقلوب وعارف كل اللي بيعبده ده ازاي. بيقول ربنا نفسه بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وفي واحد عارف ربنا ان بيعبده حبا وعاطفة وشوقا، ويقول له باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. وفي واحد بيعبد بالنص، ربنا يقول له انا عارفك انك انت كويس، لكن يعني عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. انواع واشكال ده ربنا اللي بيفرق بين النوعيات دي كلها. ده ايه ده؟ فاحص القلوب والكلى وعارف كل واحد جواه ايه. ياريت اول حاجة نفكر فيها في فترة الصوم ان الواحد يفحص نفسه كيف يستفيد من الصوم روحيا، وكيف يستعمل الصوم كواسطة من وسائط النعمة. ما الاسلوب الذي يصوم به، وما العبادة التي يعبد بها، وما نوع التعامل مع الله، وما نوع التعامل مع الناس، وكيف يستقبل كل الأحداث التي تمر به. يعرف وبعدين يصلح، يعرف الخطأ ويعرف العلاج ويسلك في العلاج. ثلاث أمور: يعرف الخطأ ويعرف العلاج ويسلك في العلاج، وإن ما سلكش يأدب نفسه ويوبخ نفسه ويعاقب نفسه ويصلح نفسه، لكن يقول لازم أخرج من الصوم ده وأنا شخص تاني أو شخص ثالث، أكون حاجة تاني كتير. Hey.